ايش رايك بصور بوقاتي قبل يجي احد احسن؟ والله قبل شوي هنا زحمه. طبعا لو تلاحظون ما صار عليه تحديث كثير. تغيرات بسيطة طبعا، بس الشكمان اللي من ورا صار اربع، وزنه اقل 18 كيلو. الجنوط تختلف شكل عن اللي قبل طبعا، والفحمات مصنوعة من التيتانيوم. علامة الرقم 16 هذه يعني 16 سلندر. اسرع من بوجاتي تشيرون بخمس ثواني. سعره اكثر من 12 مليون. من الداخل صار فيها لمسات بسيطة والوان ثانية من داخل، وغيروا العداد والطبلون. طبعا المحرك نفسه 1005، حجم الماكينة 8 لتر، 16 سلندر وأربع شواحن تيربو. العزم 1600 نيوتن. هذا شكله من ورا. هذا مخارج الشكمان الأربع، هذاك على شكل اثنين صاير. طبعا مصور انا الفئة مو سبورت، هذه فئة واحدة ثانية بصالة سفن موجودة بقسم الفيديو. اللون الثاني كله كاربون فايبر. والله يا هي توحش. المشكلة الإضاءة طالعة ما هي زينة هنا بالجوال، ولا على الطبيعة أحلى الإضاءة. بالنسبة لي أفضل شكل سيارة سبورت هذه. طبعا ما راح يصنع منها إلا 500 سيارة بس. حجم الكليبر بس والهوبات. اللي قدام اكبر